بكم الناس الكل على اي اف ام، شكرا اللي تابعوا فينا الكل على اي اف ام، على السيت على اي اف ام تي في. مرحبا بكم سفيان بن حميد، اهلا بيك. اهلا وسهلا، بون ويكاند ان شاء الله تعدى. لا هي يعيشك سفيان. في الويكاند تابعنا زوز احداث سياسيه مهمه جدا، انعقاد مجلس شورى حركه النهضه والقرارات اللي خرجت عليه والتصريحات المهمه اللي في علاقه بحكومه الياس الفخفاخ، بالياس الفخفاخ نفسه وبمؤتمر حركه النهضه. بدايه الماضي ساعه يكون بحدينا محمد الفراتي عضو مجلس الشورى والمكلف بالاعلام في شورى النهضه، وكذلك الاجتماع الوطني النقابي الحاشد والكبير جدا اللي صار في صفاقس، واللي نرجي طبوبي قدم فيه خطاب عنا برشا ما سمعنيش كيفه الحقيقة في الاجتماعات الشعبية السابقة. باش نسمعوا، نبدأوا بيها باش نسمعوا بعض المقتطفات من اللي قالوا نورجين طبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، ومن بعديك يلتحق بنا الأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري باش نفهموا أكثر تفاصيل حول النبرة، حول الحديث، حول ما قيل في هذا الاجتماع الحاشد النقابي في صفاقس. وما تعودناش باللعب، وقت نقولوا كلمة راهو نقولوا كلمة، حذاري ثم حذاري. أقول لهذه الحكومة والتصريح الأخير اللي صرح فيه السيد رئيس الحكومة والإمبارح ويأكد ثلاثة مرات سنخفف الأجور، سنخفف الأجور، سنخفف. نقول لهم ما تنجم تعمل هذا وقت اللي تبدأ ما تنجم منظمة حشاد والاتحاد العربي التونسي. أن الاتفاقيات الممضات تاع كل القطاعات ما غير ما تجي فيها هو الالتزام تاع دورة ومواصلة دورة هو تطبيق تلك الاتفاقيات. دخلونا في معارك هامشية ماهياش معاركنا احنا التوانسة، علاش الدولة تاعنا كانت هادئة وكانت نظيفة؟ لأن هذا الشعب ينبذ العنف، يقبل بالرأي والرأي المخالف. من فتحنا كل الحضارات متشبع بقيمنا التسامح. وقول مرة أخرى، إذا أردتوها معركة تاع بناء فأيدينا وسواعدنا على ذمة تونس، إذا أردتوها معركة تاع كسر النظام فنحن لها. هذا كان نورجين الطبوبي في اجتماع نقابي وطني حاشد في صفاقس. سفيان، هذا شويه بالكل من اللي تحكي عليه، لانه نورجين الطبوبي تعرض للعديد من القطاعات، الوظيفه العموميه، الاتفاقيات. نحب نسالك على النبره بعجاله، لانه بعد باش ترجع لنا انت بالتفصيل باش تعطينا رايك في الخطاب هذا. النبره النبره هي نبره تعبئه. شفناها راهو عند الطبوبي قبل في مناسبات تحتاج الى تعبئه، شفناها في الخطاب اللي كان بمناسبه الاضراب العام اللي عملوا الاتحاد سنه 2018 في وكان في ساحه باردو تحديدا، وهذا مهم بالنسبه للي جاي من بعد. دونك الخطاب هو خطاب تعبوي. علاش؟ لأنه اللي تعمل فيه أو برنامج الحكومة اللي أعلنت عليه وبدأت تظهر بعض ملامحه برنامج ماهوش اجتماعي كما يحكيه. هو برنامج يزيد يثقل على الأجراء اللي يضر بالمؤسسات الوطنية وبالتالي يضر بمواقع العمل ويزيد في البطالة. برنامج اللي يبدو أنه الغاية الوحيدة منه هي بقاء الحكومة في السلطة بالتوازنات هذه المختلة اللي تخلي العبد الكل قلقين والعبد الكل يتفرجوا في بعضها والمجتمع السياسي منقطع على المجتمع التونسي والناس الزواولة الخدامة اللي منضبطين
هما اللي يدفعوا في الفاتورة وحدهم. بيه مش نكملوا احنا نسمع نورجين الطبوبي. الكلمة اللي جلبت الانتباه وقعت نقلها حتى في الجرائد اليوم في المواقع الإلكترونية هي قادمون إلى باردو. يقولوا القرارات الموجعة على شكون باش تاخذوها القرارات الموجعة؟ بردوا كانوا جدعان، امشوا لمدينة طرية ولا المهربين، بروا للمتهربين من جبال جيبوهم، أما ذاك يستعصى عليكم. وأما الفلان الفلان أن تكون الأوجاع على الطبقة العاملة وعلى أبناء الشعب المفكر عليهم. كلفنا ذلك ما كلفنا وليس بمجرد شعار، وإنما أخبرتونا أخبرتونا وأخبرناكم أنه ما نتكلموش في جمال الأيام الاعتباطي. وقت الوعد ونوفوا بالوعد بتاعنا. كذلك نحب نستقصي البلدنا بالمجموعة دي. احنا نحترم الديمقراطية. وردوا بالكم نحن قادمون إلى باردو. قادمون في الوقت المناسب إلى باردو. نعم. وما ليش لعب بري. وما ليش لعب دراوية. ومش كما تسكروا باردو من الهدية. ولكن لكن نحن قادمون إلى باردو. شو معناه؟ ما معنى قادمون إلى باردو؟ وقال مش كيتسكروا بالحديد والأسلاك الشائكة. معناها الكلام فمش موضح منه. البارح قدام سوف يتكلم بالقوية ماني فضلك خطر. الطبوبي قاعد يتكلم قدام 7000 واحد. مش الأكيد اللي كلهم صفقوا وقت اللي قال قادمون إلى باردو. كل. دونك الأكيد أنه كان يمشيوا الباردو ما همش يكونوا 7000، مش يكونوا أكثر. أي علاش مش يمشيوا الباردو؟ علاش؟ للضغط، للضغط على هذه الحكومة وعلى البرلمان وعلى التحالف الجديد الموجود في البرلمان واللي حكى عليه هذا التحالف الثلاثي النهضة ائتلاف الكرامة قلب تونس. نورجين طبوبي تحدث على تحالف قلب تونس وائتلاف الكرامة وقال أنه تحالف انتهازي، لم يذكر حركة النهضة ولكن ذكرها في مواقع أخرى. تحدث على حصيلة 10 سنوات حكم، تحدث على التكفير، ولكن في علاقة بالتحالف الحالي تحدث على قلب تونس وائتلاف الكرامة. لو كنت تسمح سوفيان فاصل صغير ونرجع جستما للحديث حول الموضوع هذايا لأنه خصوا برشا بالحديث الطبوبي وتحدث حتى على رضا الجوادي سنة 2014. قال الاتحاد دافع عليه السيد هذايا وقال وأقول للغربان أنه في 2005 زعيمهم وإمامهم كان في هذا الصرح الاتحاد الجهوي لصفاقس شبههم بالغربان أيضا. علاش قلنا أنه النبرة اللي جات في الاجتماع هذايا كانت حادة وموجهة لأطراف سياسية معينة. فاصل ونرجع بالتحليل.